لانا تستفز باسم اسماعيل واسم مروه يرد على نارين بيوتي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام محمد الشاعر وهو صديق مشترك لليوتيوبر غس مروان ونارين بيوتي بنشر ريل عن جلسة تصوير خاصة بنارين بيوتي، وقامت نارين أيضا في نفس الوقت بنشر بوست جديد وريل على صفحتها بالإنستغرام. وكان اليوتيوبر أسامة مروى قمر الطائي رغدة كيمجيان من أوائل اليوتيوبرز الذين قاموا بوضع لايك على بوست وريل نارين بيوتي. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta. ستحل بسن إسماعيل ضيفة في برنامج لانا ولين. وانطلاقا من برومو البرنامج فإن الأسئلة ستكون قوية جدا، حيث قامت لانا بطرح أكثر سؤال آثار الجدل في هذه الفترة وهو عن فستان بسن، وقامت باستفزازها. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ Okay, ready? Boomerang in 1, 2, 3. No, I want a better one. One more. Okay, 1, 2, 3. No, one more. I didn't record properly. One more.